عمر سمرة على قمة فينس الماسف أعلى جبل على قارة أنتاركتيكا. قدرنا إننا نوصل هنا وارفع علم مصر. سنة 2007 بالظبط الساعة 9:49 الصبح 17 مايو بتحقق حلم كان بالنسبة لي مدته 12 سنة، وأصبحت أول مصري وأصغر عربي يقف على قمة جبل إيفرست. طبعا كلنا شكرا، أكيد كلنا عارفين إن إيفرست هو أعلى جبل في العالم، ارتفاع 8850 متر أو حوالي 29,000 قدم، نفس الارتفاع اللي بتحلق عليه الطيارات اللي بتعدي المحيط الأطلنطي. بتاخد شهرين ونص عشان واحد يطلع الجبل ده. قوة الرياح ممكن توصل ل 100 كيلو في الساعة، درجة الحرارة لحد ناقص 50. ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ ده السؤال اللي كانت والدتي دايما بتسأله لي مدار السنين دي كلها. ليه ما تاخدش رياضة أو هواية أسهل شوية زي جمع الطوابع؟ ده كان سؤال والدي دايما بيسأله لي، هو بيحب يجمع طوابع. عشان أجاوب السؤالين دول وأسئلة تانية كتير هحكي لكم القصة من الأول شوية. أنا برغم إن أنا عشت حياتي كلها في مصر، أنا ما اتولدتش في مصر، اتولدت في لندن في مقاطعة ويمبلدون اللي هي مشهورة ببطولة التنس العالمية. الاهل يمكن متفائلين شويه، شافوا ان دي نوع من النبوءه وان انا هتحول الى بوريس باكر المصري. طبعا الصغيرين اللي فيكم بوريس باكر ده لعيب تنس مشهور يعني. للاسف كنت وحش جدا في رياضه التنس وكل الرياضات اللي حاولت العبها لحد سن 11 سنه. وسن 11 سنه الموضوع ازداد سوء شويه، جالي رب وحاد. كنت بصحى كل يوم الصبح مش قادر اخد نفسي، كان نومي متقطع، بالليل ما كنتش بعرف انام من كتر ضيق النفس. اهلي طبعا قلقوا عليا فاخذوني للدكتور، قال لهم عمر عنده نوع من الرب هيختفي وهو في العشرينات، لكن لو عاوز ان هو يعمل حاجه لازم ان هو يبتدي يلعب رياضه بشكل جاد وشكل منتظم على طول. صراحه انا ما كنتش اتعلمت الصبر قوي، فمن اليوم اللي بعده على طول ابتديت اصحى قبل اتوبيس المدرسه كان بيعدي قبلها بساعتين، وابتديت ان انا اجري حوالي ساعه ساعه ونص في اليوم لمده 6 ايام في الاسبوع. بعد شويه اسابيع وبعد كده شهور ابتدت صحتي تتحسن شويه، ابتديت ان انا ابطل استخدام الادويه اللي كانوا بيدوها لي وكمان البخاخات اللي كانوا بيدوها لي. لعبت رياضات تقليديه طبعا، بعد ما خفيت قدرت العب رياضات تقليديه زي كره سله وسكواش وكده، لكن عمري في حياتي ما كنت شفت الجبال او عمري فكرت ان انا ممكن اطلع جبال. طبعا كنت عارف ان ايفرست هو اعلى جبل في العالم، لكن كنت عمري ما اتخيل ان انا ممكن احب او عاوز اعمل حاجه زي كده. الا يمكن في حاجه حصلت وانا عندي سن 16 سنه غيرت مجرى حياتي للسنين اللي بعدها، وهي ان انا اتحت لي الفرصه ان انا اروح سويسرا وهناك اطلع جبل صغير جدا. كان بالصدفه انا كنت هناك وكانت في فرصه ان انا ممكن اعمل الحكايه دي، وقلت انا دي حاجه ممكن ما اقدرش اعملها في حياتي تاني فليه ما اجربش. الغريب ان انا اول ما خطيت في وسط الجبال، اول ما خدت خطوه في وسط الجبال حسيت باحساس غريب شويه، بالرغم ان المكان كان غريب جدا عليا وان انا عمري ما شفت التلج، ما بالي ان انا امشي في التلج نفسه، الا ان انا حسيت زي ما اكون في مكان مألوف، زي ما كان جيت هنا قبل كده. طبعا اتخذت بجمال الطبيعه، الاحساس الواحد وهو في وسط الجبال او اي حد فيه قطار فوق سلسله جبال حتى من الطياره، فوق الطبيعه فوق الوصف. وكمان في احساس واحد بيحس هو في الطبيعة في وسط الجبال، إحساس بالراحة والسكينة بيحسها من جوه، وده يمكن مش غريب عشان حتى لو بصينا في التاريخ هنلاقي في رسل وأنبياء وناس كتيرة جدا كانوا بيروحوا للطبيعة وبيروحوا للجبال عشان يقربوا من الخالق. فالموضوع نفسه فيه طاقة إيجابية جدا، وجود الواحد في الجبال وفي الطبيعة عامة. لكن يمكن في حاجة شدتني الموضوع تسلق الجبال ده أكتر من أي حاجة تانية، وهي نقطة التحدي. إزاي إن واحد لما بيطلع الجبل هو مش بينافس الطبيعة أو بيتحدى الطبيعة أو الجبال، إنما هو بيتحدى نفسه، بيتحدى ضعف العقل وضعف الجسد عشان يقدر يوصل للهدف بتاعه ده. It all started when I was 16 years old. I had the opportunity of going to Switzerland and I wasn't planning on it, but the opportunity to climb a mountain came up. I jumped on the opportunity and I fell in love with the mountains because of the beauty of it, the sense of peace that I get when I'm there, and also the sense of challenge of because when you climb a mountain you're not challenging the mountain but you're challenging your own self. يعني لو انتوا شايفين السلايد اللي ورايا دي صوره توبوغرافيه لقمه جبل ايفرست، بتاخدنا حوالي شهرين ونص زي ما قلت لكم عشان نطلع الجبل. اول حاجه 10 ايام عشان نوصل للمنطقه الاولانيه خالص اللي تحت دي، ودي بتشيل فيها كل المعدات وكل اجهزه الاتصال وكل الاكل اللي احنا محتاجينه لمده الشهرين دي. وبعد كده من هنا نبتدي نطلع عمليات طلوع ونزول للجبل لمده الاسابيع الطويله دي. كل ما بنطلع في الارتفاع كل ما ضغط الهواء بيقل، كل ما كميه الاكسجين اللي في الهواء بتقل، معناها ان احنا كل ما بناخد نفس بناخد اكسجين اقل،
فالجسم عشان يقدر ان هو يتحمل الموضوع ده بيبتدي يفرز كرات حمراء اكتر تشيل اكسجين اكتر فيقدر يعيش في الاجواء دي. فلازم نطلع الجبل ببطء وبعد كده ننزل وبعد كده نطلع اعلى شويه تاني وبعد كده ننزل وهكذا. يعني في الحقيقه بنطلع الجبل يمكن اكتر من 7 أو 8 مرات. لو ما عملناش كده حاول نطلع الجبل مره واحده بيجي لنا حاجه ممكن يجي لنا حاجه اسمها سيريبرال اديما او بالمونري اديما اللي هي زي انتفاخ في المخ او ميه في الرئه ودي ممكن تؤدي الى الموت. لما بنوصل لحد الديث زون اللي هي خط المشرط اللي فوق ده لازم ان احنا نبتدي ان احنا نطلع للجبل قمه الجبل في اقل وقت ممكن. هي المنطقه دي اسمها منطقه الموت عشان مهما الانسان قعد في المنطقه دي مش ممكن ان هو يتاقلم على الارتفاع، يعني مش ممكن يفرز كرات حمراء كفايه تشيل اكسجين كفايه عشان يقدر يعيش بشكل منتظم، فلازم يطلع للقمه ويرجع تاني في اسرع وقت والا ممكن يحصل حوادث ومشاكل كتير. طبعا اول مرحله هي البيس كامب اللي انا قلت لكم عليها دي، وهي بدا يمكن ده هو الفندق السبع نجوم بتاعنا، فده اللي احنا بنستريح فيه وبنعد نفسنا ان احنا نبتدي المهمه دي. من هنا بيبتدي الموضوع يصعب شويه، بنعدي في منطقه اسمها الخمب وايس فول. ولو في اي حد متابع اخبار طلع من ايفرست السنه اللي فاتت في اكسبيديشن اتلغى تماما لان في حوالي 17 واحد ماتوا في اول اسبوع في المنطقه دي، فدي منطقه خطره جدا على الجبل نفسه. خطوره المكان ده ان احنا ماشيين في مغاره ثلج متحركه، يعني الثلج نفسه بيتحرك حوالي نص سنتي في اليوم كل يوم، معناها وانا ماشي في وسط المكان ده بسمع صوت عالي جدا ان صوت الثلج هو بيخش في بعضه، وساعات جزئيه من الثلج ممكن تكون وزنها طن او حجم بيت صغير ممكن انها تقع. بعد ما بنوصل لكامب 1 الخطوه الجايه ان احنا نوصل لكامب 2. زي ما انتم شايفين في الصوره احنا ماشيين على نفس مستوى السحاب، احنا على ارتفاع دلوقتي 6500 متر، معناها ان احنا 6.5 كيلو اقرب للشمس. ده معناه ان بالرغم من ايفرست مكان برد جدا الا ان الواحد بيحس ساعات ان هو حر جدا، لان لما درجه الحراره بتكون مثلا 15 درجه من قوه اليو في ريز ومن كتر قوه الشمس وقربها لينا وان هي بتنعكس على كل الجبال اللي حوالينا والثلج زي مرايات الواحد بيحس انها ممكن تبقى 40 أو 50. فلو الجو حر قوي كده طبعا ابسط حاجه ان الانسان يقلع هدومه، للاسف ان هو ما ينفعش يكشف اي جزء من جلده لان هو لو عمل كده الجلد نفسه هيتحرق لان قوه الالترا فايلت عاليه جدا، فلازم يغطي نفسه. لما بيغطي نفسه معناه ان هو هيعرق وهيفقد ميه كتير، المفروض ده مش مشكله ان هو ممكن يشرب ميه، لكن للاسف هو الدنيا برد جدا وكل حاجه متجمده فما فيش ميه، لازم نسيح الثلج والجليد اللي موجود عشان نقدر ان احنا نشرب ميه. يمكن اصعب موقف اتحطيت فيه في التجربه دي كان في الوصول لكامب 3 اللي هي بنتكلم في 7 أسابيع من بدايه الاكسبيديشن. اللي حصل ان احنا ابتدينا حوالي الساعه 6:30 الصبح، كان في التيم بتاعي يعني وكان في واحد من فرقه تانية ابتدى قبلينا بحوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. واحنا ماشيين كان هدفنا ان احنا هنمشي ساعتين نتسلق ساعتين لحد ما نوصل للبيس بتاع جبل ستيب شويه ومن هنا هنبتدي نطلع لكامب 3. اللي حصل ان احنا ابتدينا متاخر شويه فكنا شايفينه قدامنا وبعدين ساعات يختفي ورا حيطه كده وبعد كده يبان تاني وبعدين يختفي وبعدين يبان، وبعدين لما وصلنا لاسفل السفح الجبل ده فوجئنا بجسمه مرمي على الارض. لما قربنا منه شويه اكتشفنا ان هو مات، وده حصل يمكن 10 دقائق قبل ما نوصل. طبعا احنا كلنا عارفين ان احنا طالعين ايفرست عارفين ان في احتمال 4.5% ان في ناس ما بترجعش، لكن لما واحد بيكون بيفكر في حاجه عاده يعني بيدسمس الشانسز دي. لما واحد بيشوف حاجه زي كده بعينه بتبقى حقيقيه جدا ويبتدي ان هو فعلا يقلق وبيبتدي ان هو يخاف. لحسن الحظ احنا كنا كفرقه اتكلمنا ان احنا طبعا ما ينفعش واحد يتنبأ بكل الاحتمالات اللي ممكن تحصل في اكسبيديشن زي كده، الا احنا كنا متفقين ان لو حصل حاجه مشابهه بكده يا اما كلنا هنطلع مع بعض يا اما كلنا هنرجع مع بعض وناخد قرار هنعمل ايه تاني. فكان لازم واحد فينا بس يقول ان هو مش كومفورتبل ان هو يكمل وكنا كلنا هنرجع. من كتر ما انا خايف كان زي ما يكون حد مسمر رجليا في الارض، يعني بحاول ان انا اتحرك بس في حاجه شداني لورا. يمكن الحاجه اللي خلتني ان انا اكمل ان انا فكرت بطريقه مختلفه شويه، ان انا حاليا في الوقت اللي انا واقف فيه ده انا مش باخد قرار، وده يمكن في ناس كتيره جدا بتبقى عاوزه تعمل حاجات كبيره وعندها احلام وكلام من ده وبيجي في وسط الحاجه نفسها يتهزموا او ان هو كلام من ده. لما واحد بيقرر ان هو يعمل حاجه بيكون اوريدي ملم بكل العقبات وكل المخاطر وكل الكلام ده كله وبيقرر ان هو يعمل الحاجه دي. اللي انا كنت حاسه دلوقتي هو احساس طبيعي، احساس انسان خايف لان في حاجه صعبه حصلت دلوقتي، لكن القرار ان انا اكمل ده مش قرار باخده دلوقتي، القرار ده انا خدته من شهور قبل كده. لما قدرت ان انا افصل ما بين الخوف اللي انا حاسه والمشاعر اللي جوايا والمهمه اللي قدامي فقدرت ان انا اكمل. مش معناه ان انا ما كنتش خايف بس معناه ان انا قدرت استخدم الخوف ده كحاجه تحميني او تخليني دايما حذر مش انها حاجه تتملكني وما اقدرش ان انا اتحرك خالص. بالرغم ان انا بطلع جبال بقالي سنين الا ان انا كنت مستغرب قد ايه انا بطيء من كتر نقص الاكسجين.
عشان اديكوا مثال احنا كنا بنتحرك بسرعه ايه. بنو ماخدين مثلا خطوه بعدين خطوه كمان عاده بتبقى 10 انفاس وبعدين خطوه. ممكن مثلا اقول لنفسي هزق شويه هاخد 4 وبعدين خطوه، بس الحركه بطيئه جدا من كتر ما فيش اكسجين خالص. فيمكن بعد يمكن ساعتين بالظبط من الموضوع ده وكنت تعبان جدا، وصلت لمرحله ان انا فعلا كنت خلصان اللي هو ومش متضايق. كنت ابتديت افكر ان انا ارجع ومش متضايق من ده، لان حاسس ان انا خلاص استنفست تماما وما عنديش اي طاقه ان انا احطها. في اللحظه دي افتكرت حاجه، كان في واحد اعرفه بس وقتها هو اللي طلع ايفرست، وقبل ما اطلع الجبل كنت بعمل ماجستير بتاعتي في انجلترا، كنت مزنوق جدا في الوقت وكل الكلام ده. ورحت الراجل ده قلت ايه، طبعا عادتنا كمصريين لو في حد ممكن ان هو يجيب لي من الاخر واديني نصيحه هتطلعني الجبل، انا اروح اوفر على نفسي شويه مجهود. فالراجل ده كان عايش يمكن ساعه ونص من لندن، فاخدت اتوبيس وبعد كده قطر وبعدين مش عارف ايه، ورايح بقى كان عندي امتحانات وبروجكت لازم اقدمها وكل الكلام ده. فاللي هو بالنسبه لي ده حاجه مهمه جدا، والراجل ده هيقول لي حاجه في الصميم يعني. المهم بعد ساعتين وقفت قدام الراجل ده قاعدين بنشرب كوبايه شاي، وقام بيقول لي، فبقول له يعني ها يعني ايه يعني وات از ات تيل مي بقى يعني الادفايس وبتاع. فقعد يفكر شويه كده وقام باصص لي وقال لي just keep putting one foot in front of the other. انا قلت الراجل ده عبيط اكيد، لان انا لسه ضارب مشوار ساعتين، ما كان ممكن يقول لي الموضوع ده على التليفون. ومشيت طبعا، كمان كنت مؤدب ما قلتلوش الكلام ده، قلت له طيب ذاتس جريت ومش عارف ايه بتاع، وانا ورجعت تاني وكلام من ده. المشكله ان انا الفكره كلها ان انا افتكرت الكلمه اللي هو بيقولها لي دي، وانا في اللحظه دي انا ما كنتش قادر ان انا اكمل، بس فجاه افتكرت كلامه وسالت نفسي انت ممكن تاخد خطوه؟ ايوه ممكن اخد خطوه واحده. طب ممكن تاخد خطوه كمان؟ ممكن اخد خطوه كمان، لان دايما اجابه السؤال ده كانت دايما لان انا يعني غير لو رجلي مكسوره انا ممكن اخد خطوه بقى. يعني برغم ان انا تعبان جدا او هلكان، خطوه واحده ممكن اعملها. لو فكرت في 10 خطوات او 100 خطوه ما اقدرش اعملها، لكن خطوه واحده ممكن انا اعمل الخطوه دي. كام فور ده هو اخر مرحله قبل طلوع الجبل على طول. دلوقتي على ارتفاع 8000 متر، غير طبعا ان بدنيا الموضوع صعب جدا، ان اي حد بيلعب رياضه عارف مثلا ان الافريج بيرسون ضربات القلب بتاعته مثلا ممكن تبقى ما بين 60 و70 ضربه في الدقيقه. نفس الشخص ده على الارتفاع ده قلبه بيضرب 130 ل 150 ضربه في الدقيقه، عشان القلب بيشتغل يمكن ضعف او ضعفين المجهود عشان يقدر ان هو يضخ الدم ويضخ الاكسجين عشان يوصله للجسم. من الناحيه النفسيه الموضوع صعب جدا، انا عارف ان اليوم ده اللي هو الفاضل اللي هو السمت داي هو كل حاجه، وبقالي 12 سنه بجهز الموضوع ده، وبقالي سنتين بتمرن تمرين مكثف جدا، وبقالي شهرين على الجبل، وكل ده بيتوقف على حاجه واحده بس. فطبعا كان في قلق رهيب جدا. اول ما طلعت الجو يعني هو مش برد بس يعني عليا انا، هو برد على الانجليز اللي معايا والناس دي كلها. كان اللي هو عندنا زي باكيتات، الباكيتات دي لما بنفتحها بتتفاعل مع الجو بتولد حراره. كان كل واحد فينا لازق واحده هنا جوه ايده، واحده في ايده ظهر ايده، وواحده هنا هو في الحته اللي بيعدي فيها الشريان، وهنا لابسين فيها جوانتي رفيع، وفوق جوانتي رفيع لابس جوانتي اتقل، وفوق جوانتي الاتقل لابس ميتن اللي هو الجوانتي كبير من غير صوابع. وبرده كنت حاسس بالبرد في ايدي. بنبتدي ان احنا نتحرك، بنبتدي ان احنا ندفى شويه، بس الجو لسه برد قوي. 5 ساعات طالعين حاجه ستيب قوي لحد ما بنوصل لمنطقه اسمها البالكوني او البلكونه، بتسميها كده عشان في فيو حلو جدا من فوق، بس هي اول حته فلات بعد فتره طويله جدا طالعين حاجات صعبه قوي. بصيت فوق لقيت ان في حاجه اسمها الساوث سمت. الساوث سمت دي زي قمه قبل قمه ايفرست نفسها، وهي اللي باينه من هنا، قمه ايفرست مش باينه لانها وراها، بس مش عارف هتاخد وقت قد ايه. فسالت جريج هاو فار دو يو ثينك ات از فروم هير، فبيبص عليها كده I think it's about an hour and a half away. طب should we go fast this time? Yeah, let's do it. All right, cool. فعلا هي دي اسرع حاجه ممكن نعملها. بعد حوالي ساعه ونص بنكافح ومش عارف ايه وكده، جريج هاو فار از ات؟ I think it's about an hour and a half away. والموضوع مش بيقرب من كتر ما اللي احنا تعبانين، من كتر ما كل حاجه بيضاء مش قادرين نحسب المسافات، كل حاجه بتاخد وقت اطول كتير. وصلت لحد القمه من كتر التعب ما قدرتش اقف حتى على الصمت، قمت قاعد. ويمكن اول 10 دقائق عدوا وانا في يعني في ديلوجن، هو في بيوصل مثلا في 6% اكسجين على قمه الجبل، واحنا دلوقتي بنتنفس 21%، يعني ما فيش اكسجين كفايه رايح للمخ، فكل حاجه بطيئه وكل حاجه اكيد الانسان لسه صاحي من النوم كده. قررت ان انا هكلم اخويا الصغير، اخويا اصغر مني 9 سنين ونص، لان هو كان جاي معايا لحد البيس كامب اللي هي نقطه البدايه كسبورت، وفي نفس الوقت انا شديته معايا في رحلات جبال كتيره تانية طبعا غصب عنه، فقلت هو يستاهل ان انا اكلمه في اللحظه دي. قعدت
طبعا كان بقالي مثلا 10 دقايق ربع ساعه وانا افتكرت ايه ده لازم اعمل مكالمه التليفون فحطيت ايدي في الشنطه طلعت الساتلايت فون وابتديت اطلب النمره طبعا الارسال كويس جدا لان احنا قريبين جدا من القمر الصناعي التليفون بيرن ما حدش بيرد قلت اكيد عنده عذر ممكن يكون مثلا دخل حمام او حاجه فهجربه تاني فطلبته تاني برده ما ردش فقلت طبعا كده ماساه طبعا بقالي 12 سنه بتخيل اللحظه دي مش متخيلها كده يعني فقلت خلاص انا هكلم مامتي اكيد هترد على التليفون فطلبت مامتي اعتقد ان هي ردت على التليفون قبل ما التليفون يرن انا مش عارف هي عملت ده ازاي بس طبعا من كتر القلق هي اخر مرحله هي المرحله اللي ممكن يحصل فيها كل المشاكل وممكن يحصل فيها حوادث وكلام من ده فطبعا هم قلقانين فبقى لهم مثلا 30 ساعه قاعدين على التليفون من كتر التعب اخويا نام شويه المهم هي صحته واتكلمت معاها انا طبعا مش عارف ان انا اتكلم كل انا قلت ان انا وصلت وغير كده متاثر جدا مش عارف اتكلم ومفيش اكسجين كفايه اتكلم بيه فمفيش حاجه بتطلع من عندي خالص بس فاكر كويس جدا هم قالوا لي اول حاجه احنا فخورين جدا بيك تاني حاجه انت بتعمل ايه كل ده على القمه ما تنزل والغريب في كده ان انا اول مره كنت اتخيل ان مامتي ممكن تديني نصايح في تسلق الجبال مظبوطه بعدين بصيت في الساعه اكتشفت ان انا فعلا ما بقاليش 10 دقايق وربع ساعه ولا حاجه انا بقالي 50 دقيقه هنا ولازم انزل لان المكان نفسه خطر بصحى كل يوم الصبح بنام بفكر في ايفرست حاطط صوره لايفرست في الاوضه وفي المكتب وفي كل حاجه زي كده وبعدين اي حد عنده انا اعتقد ان انا اي حد عنده جول انا بعمل ده لحد النهارده لو عندي اي جول بحاول ان انا اقسمه لحاجه صوره تشارت اي حاجه تقدر تفكرني بيه دايما تبقى موجوده طول الوقت فبصحي نايم شايف الهدف بتاعي ده وكان في حاجه اسمها الادفنتشر جراند سلام في 3000 واحد في التاريخ طلعوا قمه جبل ايفرست حوالي 300 واحد حققوا القمم السبعه وفي بس 40 واحد 30 40 واحد في التاريخ عملوا حاجه اسمها الادفنتشر جراند سلام اللي هي تسلق القمم السبعه والوصول للقطب الجنوبي والقطب الشمالي بواسطه السكيز فده كان بالنسبه لي هو الهدف اللي بعده وفعلا في ديسمبر اللي فات بعد يمكن سنتين من محاوله ان انا اتمرن للموضوع ده ومحاوله ان انا اجيب سبونسرز وكل الكلام ده قدرت فعلا في ديسمبر اللي فات ان انا اقطع المشوار ده وصلت اصبحت اول مصري يوصل للقطب الجنوبي بالسكيز وان شاء الله في ابريل اللي جاي يعني كمان يمكن شهر ويعني يمكن حوالي 40 يوم بالظبط هعمل محاوله للوصول للقطب الشمالي في حاجه جوانا لو على حسب بقى ايمان الواحد ايه بس في مثلا حاجه جوانا من مثلا من ربنا او من الخلق او من الكون الحاجه دي عارفه بالظبط ايه الكويس ليا وايه الصح ليا ساعات لما واحد بيفكر في حاجه يقول مثلا انا احساسي ان انا نفسي اعمل الحاجه دي وان انا المفروض ان انا اعملها لكن مش عارف وبعدين ابتدي اقول حاجات كلها تفكير اللي هي مثلا ظروفي كذا هيبقى صعبه مش عارف الناس هتبص عليا تقول كذا مش عارف ايه كل الكلام ده لازم تلغيه تماما لما بتحس بحاجه وتحس فعلا ان هي جايه من قلبك لازم تمشي وراها لان دي في حاجه جواك ممكن ربنا حاجه من جواك انت ايمانك حاجه بتقولك ان هو ده الطريق الصح وبتبقى مومنت صغيره في وسط مومنتس كتيره جدا من اللخبطه وناس بتقول لي كذا واهلي بيقولوا لي كذا وموقف الحياه كذا والدنيا صعبه ومصر في حاله اقتصاديه وحشه وكلام من ده كان واحد بيحس بحاجه من جوه قلبه دي حاجه صح لازم يمشي وراها وياخد بس الخطوه الاولانيه معظم الناس اللي بتفشل ما بتفشلش عشان ابتدوا الحاجه وقفت قدامهم عقبات معظم الناس اللي بتبتدي وبتقف قدامهم عقبات بيلاقوا طرق بيحطوا استراتيجيه مختلفه بيلاقوا طريقه ثانيه ان هم يعدوها 90% او يمكن 95% من الناس اللي بتفشل عشان ما بتبتديش يمكن في واحد يمكن فيلسوف ألماني قال حط حياة في سنينك ما تحطش سنين في حياتك ودي حاجة أنا كنت حاجة سمعتها وعجبتني جدا لأن معظمنا في ناس كتيرة جدا عايشة بس مش عايشة فأنا بتمنى لكم كلكم إن كل واحد فيكم فعلا يبقى فيه يحط حياة كتير جدا في سنينه وإن هو وتبقى حياتكم عبارة عن أنتوا بتجمعوا قصص وبتجمعوا تجارب وبتتعلموا منها حاجات كتير وفي يوم من الايام لما تحسوا ان انتوا اتعلمتوا كفايه وتحسوا ان انتوا وصلتوا لحاجه ممكن ان انتوا تنقلوها تبتدوا ان انتوا تفكروا ازاي ممكن ان انا افيد غيري بالحاجه دي مش عيب ان الانسان في اول مشواره يكون مركز جدا على نفسه ان هو يطور من نفسه ويوصل نفسه لاحسن حاجه ممكن ان هو يقدر يوصلها وبعد ما يوصل لده يبتدي يشوف ازاي ان هو هيقدر يستخدم كل اللي هو اتعلمه التجارب بتاعته عشان يقدر ان هو يفيد المجتمع بتاعه ويفيد العالم ككل شكرا